شركة تأسست دعم اللامحدود التي قدمته هذه الشركة مع منصة يوزر تابعة إلى شركة تأسست. إذا الكرة مع حكيم ثامر. قامت شركة أسسيل بطولة للألعاب الإلكترونية باستخدام الإنترنت فائق السرعة 4G. هذه البطولة التي تعتبر فريدة من نوعها في العراق وتدعم الشباب العراقي وتطوير مهاراتهم في هكذا رياضات. طبعا ضمن فعاليات منصة جيمسيل دعمنا ويا أصدقائنا في الاتحاد العراقي للألعاب الإلكترونية بطولة نهائي بطولة فيفا العراق. واليوم بكل فخر نقدر نقول انه تنفيذ البطوله كان من خلال انترنت 4G بلس فائقه السرعه. هذه البطوله هي بطوله جيم سيل السادسه اللي ترعاها شركه اسس اللي وصلت مصنع جوائز حوالي 24 مليون دينار. شارك فيها اكثر من 1400 لاعب واكثر من 250 نادي على مده 6 اشهر. طبعا هاي البطوله على غرار ساره من البطولات ان اسس سيل اثبتت انه تستدعي الاستخدام الانترنت اللي هو خاص بال 4G. فيما اثنى المشاركون على شركة ACSL التي دعمت هذه البطولة طالبين منها دعما دوليا أيضا من خلال مفاتحة فيفا الدولية وشركة EA Sports لاعتماد العراق في الألعاب الإلكترونية حتى يتمكنوا من المشاركة في المحافل الدولية. احنا اول شيء نطلب من اتحادنا انه يجيبنا الاعتراف الرسمي مال فيفا حتى نقدر نشارك المحافل الدولية. احنا دائما نسعى التصفيات بس ما نقدر نلعب لان احنا دولة ما اعترف بها من ناحية الفيفا. اذا قدمونا هذا الاعتراف نقدر نشارك فاكيد طبعا يعني واحد بيتمنى دائما ايش. ACSL وعلى حد وصف مشتركيها فانها دائما ما تدعم الشباب في هكذا محافل محلية ايمانا منها بقدرة الشباب على تقديم الافضل. من بغداد محمد فراس قناة التغيير.